حال تونس. نحكيو على التعليم ولا نحكيو على النقل ولا نحكيو على الصحة ولا نحكيو على المعيشة ولا على شنو باش تحب نحكيو، منين تحب نبداو معناتها؟ ما عندك منين تبدا معناتها؟ حال تونس كلها صفر، كلها من بعضها ابدا، من التعليم اللي صفر. راهو تهدينا بالتعليم بالحق تهدينا، راهو كرارس ودوات كل يوم طلبات طلبات، راهو ما عادش قادرين عليه، ماهوش مجاني التعليم في تونس، يكذب اللي يقول مجاني. هذا يا بريمو. النقل اللي ما فماش نقل. اعطيني برا حال باش تطلع لاي بلاصه باش تقضي قد تحب ثلاثه سوايع وانت من مترو استناه بساعتين بثلاثه ويجيك مكسر في الاخر بيبان محلوله ويقف لك في شتار ثنيه ويهبطك. منين تبدا اخر؟ ما الصحه اللي سبيطارات ما فماش عباد وين تداوي والخمج واكلها. تتحل المشاكل هذي كي نقعدوا نمشكي ونعاود واحنا عندنا توا سنين مشكي ونعاود. تحل صيد، يخرج لها صيد البلاد هذيا، يخرج لها راجل بالحق هاكا باش تحل، هذاك حلها. ما فماش راجل بالحق يخرج صيد، ماش باش تحل، هذيا انتخابات وانا عامله عليك مزيه وانت عامل عليا مزيه، ماش باش تحل البلاد. وما تحكيليش لا تقول لي ديكتاتوريه ولا تقول لي ديمقراطيه، ما احناش نتاع ديمقراطيه. انت في عائله صغار كي بوهم يغيب على الدار ويسيب الحبل تو الدنيا يقلبوها، كي يدخل البو وحتى كي يدخل بركه يتسنتروا. رحنا ما احناش تربينا هكا، تربينا بالفلقه، شعب تربينا نخافوا من العصا، ما تربيناش وحدنا كيما ليزوغوب بغزره. اذا ما نكذبوش على بعضنا، واللي يخرج يقول حقوق الانسان وحقوق شنو يحتفظ به الروح وراه. حقوق الانسان الصغار مغتصبه، وين حقوق الانسان؟ وين حقوق الطفل؟ حقوق الانسان العباد ميته مرضى ماهوش قايين دواء، وين حقوق الانسان؟ حقوق الانسان كي واحد يمشي يغتصب طفله يقولوا حقوق انسانه؟ وين طفوله؟ على أنا دولة تحكي أنت؟ على شكون؟ على تونس؟ ولدي عمره 9 سنين يقول لي كرهتها، يقول لي زمها زو الصويرس. ولدي عمره 9 سنين انطق في وسط مترو عبيد كل دهشة، قال لي زمها زو الصويرخ تفنيها وتعودها من جديد. إذا كان فل عمره 9 سنين يخمم هكا كثرة الشيء اللي يشوف فيه، راهو دمار شامل، راهو فيقوا بالحق اللي قاعدين غاديكا وياخذوا في الملايين. ها؟ يخرجوا علاش انتخبناهم؟ بيشدوا غاديكا ويطالبونا باش يحبوا، قال شنو يحبوا بالحصانه ويحبوا بالباسبور الاحمر؟ على شنو ناويين؟ ما يزيش ما هربوا سلاح، وما يزيش ما هربوا فلوس، وما يزيش ما هربوا ذوبات، ما يزيش. وينو الشعب؟ وينكم اللي عملتوا الثوره اللي تدعيوا بالثوره؟ وينكم اللي عملوا الثوره؟ وينهم؟ يعاودوا يخرجوا. تونس اليوم سبوره سوداء، سبوره كحله. حتى واحد ما عنده تصور واضح وحقيقي من الشعب اللي قاعد يتابع في الشأن العام يراب كلها فلو. برنامج الرئيس يحكي في حكايات نتاع يبدا من المحلي للجهوي للمركزي، حتى واحد ما فهمها، هذه معناها جديده لتونس. برنامج الحكومه هاي كانها مقسمه، ناس معناها الساحل هاو اقصي من الحكومه على خاطر كان يحكم من عنده 60 سنه. الحكومه تحولت المدنيين ولات عندنا جهويات. بصدق معناها الناس كلها قاعده باهته وقاعده مصدومه شنو باش يكون المستقبل نتاع تونس. سي فلو، معناها سي توتالمون فلو. والمسؤوليه نتاع الشيء هذايا هو مسؤوليه الشعب. تو الناس كل تحكي الشعب والشعب يريد، شكون انتجها الطبقه هذه اللي قاعده تو تمشي في الفلو وفي النوار؟ انتجتها الانتخابات. اللي انتخب ما عرفش شكون انتخب، واللي ما مشاش انتخب فهو مسؤول. الشيء اللي نعيشوا فيه ماساه، لانه الحاجات الاساسيه اللي حاجته بها الانسان هو معناها في الله باش ياكل، هو باش يشرب، هو باش يلقى الامن، كلهم مفقودين. اذا كان في عام 2010 كيلو معناها السردينه اللوكس البريمر رويال ب 600 فرنك، توا ب 4500 و5000، خلاش بها الشهر هي معناها ضعفت 600 مره في المره. اذا كان تلقى توا السرقات والبركاجات معناها في وضحة النهار وفي اماكن فيها احد، شنو معناها كنا نعيشوا نحن هكا؟ وضع تونس في خير والحمد لله. خلونا تحت اسفل السافلين بنيتي. قاعدوا يتعاركوا على الكراسي وقاعدوا يتعاركوا على المافيات وعلى الكذا، وما يحبوش برلمان يتحل خاطر فيه ناس تخدم في الكونترا وناس ما محكوم عليها بالسجون وناس تحكم عليها كذا، وهذاك علاش ما يحبوش يحلوا البرلمان هم. هذاك علاش ما يحبوش يحلوا البرلمان، واحنا نهزوا في الفاتورة، الشعب واللي يهز في الفاتورة بنيتي. تحب البرلمان يتحل وتعاود انتخابات تشريعيه جديده؟ بالله عمره 80 سنه ولوج على الكرسي يحب، خنيت واني عمري 60 سنه واعطيت الكلفه لاولادي. قلت لهم برو تصرفوا وليدات، هاني نحوس تحت 5000 نشرب قهوه ونروح. وانت عمرك 80 سنه وتلوج على الكرسي عليه، اعطوا الشبيبه خل تخدم. خرجونا من المازق اللي احنا فيه.
الناس تشوفي من اللي شدوا الحكم حتى ربي ما باش يرحمنا. انا مواطن وحاس بالبلاد ولا من حد حاس بينا. نحن ضعفاء الحال. راي العباد ما تشوف شر، راي يخدموا ب 500 ألف. يركب منهم في الكهرباء، يخلص منهم ورقة الضوء، يخلص منهم ورقة الماء، ايش قعد له؟ والعباد كارية. ناس كارية يا رسول الله، العباد تدور لابسة حوايج موتها بالشر في كروشها راه. يهديكم ربي راه. وصلوا لنا أصواتنا. رانا توانسة رانا. رانا هنا منبتين على عروقنا في تونس، هنا منبتين على عروقنا في تونس، وهم ماهوش حاسين بينا، اللي يشدوا المناصب شادين الكراسي على طمع. هاتي شد وزير وشد مد وشد والي وما يفكرش لا فيك انت لا في هنا لا في هذاك لا في هذاك. علاه نموت بالشر يا رسول الله؟ اللي كوار الضو كان تجينا 10000 ولا تجينا مليون ولا مليون، ورقة الماء تجينا ب 80000. يا رسول الله نتكلم في الغلط، نايا تكلموا معايا يا رسول الله. والله بالرسمي والله. علاه يا اخو رانا ما رانا توانسة رانا. شوف العباد لابسة حوايج هكايا والله حق ربي لا جوع في كروش. هاني انا راني نقول راني فديت، راني في البلاد هذه عندي ثلاثة أم وكاري نخدم 500 دينار، نخدم في شركة ب 500 دينار وكاري ب 300 وحق النبي كاري ب 300. 200000 مش عايش ثلاثة أمهم يا رسول الله. السنة السادسة ما همش قاعدين يسبوا علي، سارقيني في الخلاصي وما خلوه. أنا تحيل في البلاد هذه، التحيل في البلاد هذه، هاك البلاد يا أولادي يزينا من التحيل يا التبهطير. راهو ماهوش باهي، رانا توانسه قاعدين يبهتلوا فينا. رانا راهو ماهوش باهي، ماهوش باهي، راهو يحسوا بينا شوي. وصلونا على الاقل الرئيس الشاد الجديد يحس بينا شوي، ما يشدش القصر ويقعد. راه اول حاجه تونس هي ولت ان غوفرنابل، ما عادش تتحكم مهما تعاقبت الحكومات ومهما تتالت الانتخابات، فان الوضع من سيء الى أسوأ وسيسوء اكثر. وترى انت الحكومه اللي فاتت واللي سبقت باش تكون خير من الحكومه هذه اللي يقولوا فيه توافق توا. يعني كل من مشكي ونعاودوا ماشي للأسوأ، ماشي للأسوأ، والايام بيننا. وانت تشوفي ما تشوفي، كان جيب المواطن هو التاس وهو الوحيد اللي يعطيك، هو البارومتر اللي يعطي والمقياس بالحق اللي يعطيك شنو وضع البلاد. اذا كان هو اصبح يعني متردي جايب المواطن من حيث السكن، واخي هو يعيش كان ياكل ويشرب فقط، ما يسافرش، ما يتنقلش، ما يسهرش، ما يمشيش المهرجان، ما يعالجش، ما يفرهدش على روحه مثلا، ما يهزش عائلته مثلا مره في الاسبوع، مثلا يتعشى لبرا مثلا، دائما وابدا الكوجينه والمرميطه في الدار، ويقول لك والله متفرهد قضيت قضيتي، ويمشي القهوه ويقول والله متفرهد مثلا. وعليش يقول لك ستريس توا والضغط والامراض الجديده وامراض العصر هذيا، ما تراكمات هذه الكل، تراكمات هذه الكل، تراكمات هذه الكل، وهم يغنون يعني في 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 واد اخر لا يبالون بالشعب. هو من كان في صف الشعب كي يمشي للسلطه يراه في الشعب فوضى وتمرد ويحبه جاهل، ويحبه جاهل باش ما يعرفش. لانه ثم حتى مهما يكون اي وزير تقولي انت يساري ولا مثلا فيه نقطه ضوء، راهو ماهوش باش يغير وحده، لانه باش يدخل في منظومه، باش يدخل في سيستم، ما ينجمش. ثم هو باش يرى الجاتو غادي جاتو جاتو مثلا، باش يتبدل مثلا، باش يقولوا ليه سايب عليك والشعب هذا راشلك بها وفك عليك ورجل امورك واخرج منها راهي مدومش لك مثلا، تمشي كيف هكاك هي الامور. لان ثم بطانه وثم لوبيات وثم سماسره في الحكومه يعلموا اللي باش يجي التكتيك كيفاش يلزم يعمل وهكذا. هالسياسيين لازمنا نحيوه، يا حساب وينكم؟ يا سياسيين وينكم؟ يا حكومه وينكم؟ يا ناس الشعب قاعد يستنى، وانتم ماشيين على قدام وما يهمكمش في الشعب وما يهمكم في بلايص معين. ماذا بكم اهل الكراهه؟ ما عادش تجيو الغالي، وماذا بكم الديار؟ شدوا في دياركم، ماذا بكم امور اخرى؟ خلي الشعب فيه، خلي الشعب يخدم، خلي الشعب يتحرك، خلي رانا نحبوا بعضنا، دوما قاعدين تعتمون بعضونا على بعضنا. شنو واحد نهضه وواحد عبير موسى وواحد شنو يا اخي؟ احنا لاهين بهذا، ما احنا نحبوا ناكلوا، نحبوا نلبسوا. تو انا كيما حاشاكم كيفاش يقولوا بابور يزفر. العمر عم شباب، عليه عليه يذيع شباب عندهم هذايا. راهي الحكومة ماش قاعدة تخمم علينا. فما نقول لك والله العظيم، والله ونحلف ونعاود نحلف، كان الحكومة تسيبنا وتخلينا احنا شعب نخدموا وننجحوا. من واجب السياسيين نتاعنا كيما اليوم مثلا انتشار مرض الكورونا عند جيراننا، نورمالمون عندنا مخابر
في متعدده الاختصاصات، راهي السياسيين نتاعنا يجمعوا في المخابر نتاعنا مع اتفاقيات مع مخابر تاع الدول الاخرى، ولوجوا حل كسوى الكورونا والا مشاكل اجتماعيه حول الارهاب ولا حول الجريمه المنظمه ولا حول مشاكلنا. نورمالمون السياسيين هذيا عندنا مخابر نصرفوا عليها في فلوس وماهيش قاعده تخدم. اليوم السياسيين هذيا هو دورهم، اذا كان السياسي يبعد على الدور هذيا يولي سياسي نتاع استعمار جديد. تعرف معناها استعمار جديد؟ استعمار بأرخص الأسوام، وهذا اللي قاعدين يتبقوا فيه، فرغ تصبح سيد عليهم. اليوم إذا كان نحبوا نخرجوا احنا كمجتمع تونسي من المستنقع اللي احنا فيه، يلزمنا نركزوا على البحث العلمي ونحطوا ناس عندها كفاءة علمية. رانا عندنا أكثر من 10,000 دكتوراه دولة، هذمك محطوطين في الكونجيلاتور ومحطوطين هالمتحايلين السياسيين تاع استعمار جديد يحكموا فينا. اذا كان حبوا نتخلصوا من الاستعمار الجديد رانا يلزمنا نحطوا الكفاءات العليا نتاعنا اللي عندنا دكتوراه دوله محطوطين في الكونجيلاتور.